20 درجه. انا رجعت لقيت نفسي خمس درجات دلوقتي 20 درجه على طول. والعربي كله في ظلم في ال... في ظلم في الاسئله بصراحه. مش عارف بقى اللي يحصل يعني. انا كده مستقبلي ضاع بصراحه. انا مش عارف اعمل ايه. اهلي في البيت اتصدموا كلنا اتصدمنا وانا طول عمري بطلع من الاوائل. والتظلم هو ممكن بس بقى كل اللي شغالين حتى في التظلم ده بيقولوا ايه انت يعني 99.9 مش هتاخد درجات والفلوس اللي انت دفعتها حتى لو انت ليك درجات مش هتاخدها. كمان مش هراجع الاسئله هراجع الدرجات بس يجمعها حتى لو اسئله غلط لو احنا عملناها صح وهم عملوا لنا غلط هتتراجع برضو ان احنا عملناها غلط. هراجعوا على الدرجات بس. ده اللي المدرسين هيعملوه. السنه دي مش عارف غير السنه اللي فاتت خالص. يعني ساعه الثوره كانت احسن من الامتحانات كانت سهله. وكمان التسعين كان حلو. دلوقتي خلاص عشان هم سياسه الدوله ينزلوا ما يصفوا خالص ما يخلوش اي حد يبقى في يخش جامعه. ده اللي الدوله عايزاه. ده بصراحه اللي الدوله عايزاه بس. وعوض على الله بقى في السنه دي اللي هتعدي فيها والثانويه العامه اللي هتعدي فيها.